ما حاولتش تسعى؟ يعني اللي هو مثلا ايه، انا ضد، انا برضو ضد ان انا ارفع سماعه تليفون واقول لحد الو ازي حضرتك مثلا، انا عايز اشتغل معاك، ما يعني ما اعرفش، بس انت راجل، ما حاولتش تعمل ده حتى مع الاساتذه اللي انت اشتغلت معاهم قبل كده؟ يعني اكيد على قد ما بقدر بحاول اعمل وما كده، بتجيبش نتيجه يعني لان كله بيعمل كده. يعني في حاجات، يعني في حاجات عجيبه شويه، يعني ممكن يبقى حد صاحبك قوي ومثلا هو مش شغال وتتقابله فيقعد يقول لك والله وائل يعني وانا وبعد المسلسل الفلاني عملت كذا ف قاعد دلوقتي عشان مش عارف ايه وحاجات كده، بس انا لسه جاي لي ورق كذا كذا، وانت يا ابني والله العظيم انت برضه زي، انت من الناس اللي انت المفروض ما تقعدش انت بعدها بشهرين نخش مسلسل، فمثلا تكلمي فما ردش عليكي، اصل هو فاهمه؟ ما فيش انت في ايده حاجه حبيبي، ده المخرج العام. مخرج، افتكر مش زميل تمثيل. مش بكلم على، لا انا زميل، افتكر زميل انا بتكلم على تمثيل. مخرج وقاعد وبيكلمني في مشاكله واحنا اصحاب ونعرف بعض من ايام ما كان مساعد مخرج ومخرج منافس و و و فتكلميه، يعني تكلميه حتى تقولي مبروك عادي، يعني ما يردش، ما ممكن ما يردش عادي جدا، ودي بتحز اكيد في النفسيه دي. اكيد عادي، بس خلاص بقى يعني ما بقاش في حاجه تحز عادي بقى، يعني احلامك ايه طيب يا وائل؟ والله يعني ما اكدبش عليك ما بقاش في، يعني ما عنديش احلام، ودي مش حاجه، لا مش والله بجد، بس ايه موضوع الطموح والباور والطاقه اللي كانت عندنا في الاول ما بقاش موجود، هو شويه شويه بقى يقل، بقى دلوقتي الواحد ايه يعني عايز يشتغل يعمل حاجه كويسه، بيته مستور، دنيته لطيفه، حياته مش عايز حاجه تاني خلاص، يعني مش محتاج حاجه، يعني اشتغل بس عشان الدنيا تبقى حلوه والحياه مستوره والحياه لطيفه وكده خلاص، يعني انا دلوقتي مثلا يعني حتى لو الحمد لله يعني مستور الحمد والدنيا لله. ماشيه وكده، حتى لو من لايف او ماشيه فخلاص الحمد لله، يعني ما عنديش ازمه، ما عنديش لو حد مشكله من ولادك قالك يا بابا انا عايزه اشتغل فنان وممثل، هتوافق؟ والله، انا يعني مش هبقى ضد رغبه اي حد فيهم، ولكن يعني هو الحمد لله ما حدش منهم عنده الرغبه دي، الحمد لله، والله الحمد لله، محدش عنده رغبه لان في. في معاناه، يعني في معاناه، فانا هشفق عليه انه يعني الحقيقه انا فليه منعت بقى اولادي، يعني انا شخصيا رفضت لا يعني انا وبعتهم كل البعد، رغم ان عندهم ملكات فن، لكن انا علشان المعاناه برضه، علشان لا انا حابه ان يشتغل مهنه يعني تكون منصفه نسبيا يعني. لا انا لقيت عندهم هم ميول تانية خالص، يعني كويس محدش ميوله رايح كويس للفن كويس. وكده، مين اصدقائك في المجال الفني؟ مين اصحابك اللي هم اللي القريبين يعني حسن عبد الفتاح من حبيبي حسن يعني جميل. حسن عشرة حاجة وعشرين سنة أنا وهو وكنا جيران وكده، ف انت من شبرا؟ لا اصل حسن من شبرا، خلي بالك. لا مش من حسن شبرا؟ من القصيرين، ايه ده والله، انا فاكره من شبرا. خط بقى شارع بورسعيد ايوه والويلي والزاوية ايوه وكده يعني، وانا من حدائق القبه هو القصيرين، فكنا كنا واشرف عبد بنبعد الباقي من حدائق القبه على طبعا فكره، متربي طبعا هناك.